الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دروس تفسير من الأهمية بمكان، لأنها تربط المرء بكتاب ربه جل في علاه، وهو سبب نجاته وسبب عزه وسبب فوزه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. نعم، عليكم السلام وبركاته. فهنا الارتباط بكلام الله جل في علاه هو أعظم ذكر، فيه كما قلنا نقاء القلب، فيه اطمئنان القلب، فيه تهذيب النفوس والروح، فيه الرجوع إلى الرحمن سبحانه وجل فعلا، فيه التمكين، فيه التمكين. نعم، لأن الله جل في علاه قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي تطمئن القلوب. قال الله جل في علاه: أفمن يتقي بوجهه. إحنا بلغنا إلى ذلك، إلى قوله جل في علاه، قال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي ما يشاء يهدي به ما يشاء. نعم، هذا كله شرحناه في الدرس الفعلى، إلى أن قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. كما قلنا، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل شبه يشبه أحوالهم، وضربنا لهم أمثال الأمم السابقة حتى يعتبروا، لأن الله جل وعلا ما يحكي لنا ما حدث للأمم السابقة إلا لنعتبر. وأيضا قد بيّن الله جل وعلا أنه ما شابه أحد إلا أخذ حكمه، لأن الشريعة الغراء تأتي تفرق بين المختلفين لا المتماثلين، بل تسوي بين المتماثلين. ولذلك قال الله تعالى، يعني قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، على ما حدث قوم لوط، كأنه قالوا: من فعل مثل ما فعل قوم لوط عقاب كعقاب قوم لوط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود النصارى. قال فمن؟ قال: لعلهم يتذكرون. كما قلنا هنا في هذا التعليل بإنزال القرآن: لعلهم يتذكرون، يؤوبون، يفيئون إلى ربهم جل في علاه، يتوبون، يرجعون، يأتون بالصالحات بعد السيئات، والطيبات بعد الطالحات، والله جل في علاه يغفر ويبدل السيئات بالحسنات. قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا، يعني هنا العربية منصوبة على الحال، في حال عربياته بيانا، فهو قرآنا عربيا مبينا أنزله الله تعالى بيانا للناس، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه ليبين غير ذي عوج. يبقى هنا قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق، يعني مستقيم غير مختلف، غير ذي عوج، يعني غير مختلف، لا اختلاف فيه
اختلاف فيه ولا لبس فيه، ففيه البيان. قال الله سبحانه وجل في علاه ربنا الرحمن في كتابه البيان القرآن، قال الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال، ولكن الشاهد فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. وأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ يرجعوا للأمثال في القرآن كما قلنا، فيها تثبيت إلى مسألة القياس، وفيها أيضا إظهار وبيان بجلاء على أن هذه الأمثلة لا يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال من أجل التوحيد، من أجل أن يرجع العباد إلى رب العبيد، من أجل أن يعني يوحدوا ربنا المجيد سبحانه وجل في علاه. قال ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، مختلفون في شركاء متشاكسون، فيهم الطباع المختلفة، فيهم الأنزجة المختلفة، الطلبات المختلفة. قال ضرب الله مثلا رجلا في شركاء كثير، شركاء متشاكسون، كيف سيرضي الأول إن لم يرضي الثاني، وإن لم يرضي الثاني كيف سيرضي الثالث الرابع الخامس؟ يعني هو كأنه سيقطع نفسه أوزاعا، كيف أصل إلى 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 أن يرضي الشركاء المتشاكسين؟ لا يمكن له أن يفعل ذلك. شوف انظر هنا، الله تعالى يضرب لنا بمثلا بالذين أشركوا مع الله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا، وبين من وحدوا الله وحده لا شريك له. فانظر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، واحد لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. أنت الواحد يقول لك يمين، تذهب يمين، قد أديت ما عليك وتأخذ ثوابك على ذلك، ما أديت قد تعاقب وقد يغفر لك. لكن أنت لو كان الشركاء المتشاكسون وأنت الآن تريد يعني أمرك بأمر، فأنت أمرك الأول بأمر والثاني بأمر والثالث بأمر والرابع أمر، أديت الأول لم تؤدي الثاني يغضب عليك ويريد عقابك، الثالث يريد عقابك أيضا، الرابع لا يريد عقابك. في الحالتين أنت، أو في هذه الحالات بأسرها، أنت أوزاع، لا يمكن أن ترضي الشركاء المتشاكسين بحال من الأحوال. لكن كنت لواحد ترضيهم، وهذا ضرب المثل هذا في ضحت شبهة النصارى الذين يقولون بسم الله بسم الله بسم الاب بسم الروح القدس الأقاليم الثلاثة. قال الله تعالى سبحانه وجل في علاه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله، فالحمد لله على توحيدي، والحمد لله أنه الواحد الأحد سبحانه وجل فعلا. من أعظم النعم على عباد الله جل فعلا أن ربهم واحد. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال هل يستواني مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على توحيده سبحانه وجل فعلا، الحمد لله على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وجل فعلا، بل أكثرهم لا يعلمون أن الأصل في خلقهم والحكمة في وجودهم هو توحيد الله جل فعلا. قضية الكون الكبرى تحقيقها يغرد الكون كله توحيدا لله جل في علاه. ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هنا الله جل في علاه قلنا في قوله هل يستوان مثلا، الاستفهام هنا إنكاري، لأنهم لا يستوان بحال من الأحوال. قال إنك ميت وإنهم ميتون، هذه آية ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم أو لتعلم ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت وأنه لا يخلد في هذه الدنيا. قال الله تعالى إنك ميت وأنهم ميتون. وقال الله جل في علاه
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال إنك ميت وإنهم ميتون، يعني هو المآل، لأن الله تعالى قد قضى على جميع الخلق بالموت ثم البعث والنشور، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني يوم القيامة ستكون المخاصمة الكبرى بين المظلوم الظالم وبين الظالم والظالم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي المقتول فيأخذ بتلبيب القاتل ويقول تعالى إلى هنا، فيقول لله تعالى يا رب سله فيما قتلني، فيقول يا رب سله فيما قتلني، والمخاصمة العظمى في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا دافعا من النار. وأيضا في قوله تعالى أنهم قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وقد قال الله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الله جل في علاه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كما قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فالخصومة تعلو والخصومة تكون عظيمة عند الله جل في علاه يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هنا ناسب أن يأتي بالربوبية عند ربكم تختصمون، هناك المخاصمة عند الله تعالى الربوبية، هنا فالرب جل جلاله سبحانه جل في علاه الذي يفصل بين العباد بين العباد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون رجلا سلم رجل هل يستوي مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فمن أظلم ممن كذب على الله بأن دعا له ولدا وشريكا، أعوذ بالله، هذا أظلم الظلم وأقبح الذنب وأفحشه، هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، والله جل في علاه هو الذي كون الكون بأسره ولم ينزل سلطانا على الإشراك به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر كما في حديث ابن مسعود أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. ولذلك أنكر الله تعالى وقال النبي هل تعلم له سميا، وقال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فمن أظلم من كذب على الله ونسب الولد لله، وهذا سب وشتم لله جل في علاه، قال يؤذيني ابن آدم، يسبني يشتمني ابن آدم، يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة. قال فمن أظلم من كذب على الله بنسبة الولد لله جل في علاه، كما فعلت يهود بنسبة عزيل وكما فعلت النصارى بنسبة عيسى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني كذب بالتوحيد وكذب بالقرآن الذي صادق وصدق شريعة الأنبياء الذين جاءوا من قبل وجاء بنفس الدين هو التوحيد، كما قال يوسف توفاني مسلما والحقني بالصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهنا أليس في جهنم مثوى للكافرين مقام للجاحدين، هذا استفهام، لكن ما نوعه هذا الاستفهام؟ ممتاز أم عبد الله؟ ممتاز،
هذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري. نعم، لقولي أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ بلى، في جهنم مثوى ومقام للجاحدين، للمنكرين، للكافرين. فهذا استفهام إقراري تقريري، هذا الاستفهام تقريري. قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق قالوا جبريل، وصدق به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر، وقيل الذي جاء بالصدق المؤمنون جاءوا بهذا التوحيد وهذا الدين ونشروه بين عباد الله جل في علاه. والصدق هنا ومعناها القرآن والتوحيد، أو قل لا إله إلا الله، هي كلمة الحق وكلمة الصدق. فقد جاءوا بالقرآن، والقرآن فيه هداية، هداية البيان والدلالة والإرشاد، فيها الكلام عن الرحمن بأسماء الحسنى وصفات العلى، فيه الكلام عن ثواب من وحد الرحمن سبحانه وتعالى في علاه ومن جحد به فيه عقابه، فيه الكلام كما قلنا الكلام على الغيبيات. فالقرآن حوى كل شيء، حوى كل شيء. والذي جاء فمن أظلم من كذب الله وكذب الصدق جاءه أليس في جهنم مثوى الكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به، وقالوا أن هذا وعلي بن أبي طالب، وقيل هو أبو بكر الصديق، وقيل المؤمنون، وفي كل التفسير متوافق لا مختلف، مؤتلف لا مختلف. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، أولئك هنا أولئك إشارة للعلو، للرتبة الراقية، للمكانة العلية. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك علوا وسموا أولئك هم المتقون. الذين لهم التقوى هم الذين اتقوا الله جل في علاه، لأنهم لما صدقوا بالتوحيد وبالقرآن عملوا بأوامره وانزجروا بزواجره فبلغوا إلى درجة التقى، فبلغوا إلى درجة التقى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. نقف عند هذه الآية ونسأل الله جل في علاه. طبعا فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن من صدق بقلبه وصدق بأعماله بلغ مراتب التقوى، أن من صدق القرآن بقلبه وصدق بجوارحه بلغ مبلغ التقوى. ما معنى ذلك؟ صدق اعتقادا، والاعتقاد حرك الجوارح، فصدقوا بذلك توحيدا لله جل في علاه بجوارحه بلغ مبلغ التقوى. والتقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن النواهي عن معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: كل القرآن بيان للدلالة والإرشاد والهداية، باب شاسع وفرق واسع بين من عبد الله وحده لا شريك له وبين من أشرك معه غيره. علامة الصدق تحرك الجوارح عبادة لله جل في علاه، علامة الصدق تحرك الجوارح عبادة لله جل في علاه. مبلغ التقوى يصل إليه المرء بأعمال القلوب والجوارح، مبلغ التقوى يصل إليه المرء بأعمال القلوب والجوارح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.